أهلا بكم. منذ تأخر اختيار رئيس مجلس النواب تصاعدت المخاوف بشأن انعكاسات هذا التأخير على مستقبل تعديل الوزارة المرتقب. رئيس الوزراء كان قد شدد في تصريحاته الأخيرة على أهمية الإسراع في حسم هذا الملف، وأكد أن حكومته تنتظر استكمال هذه الخطوة لتمكينها من إقرار التعديل الوزاري المبني على تقييم دقيق لأداء الوزراء. فالبرلمان باعتباره الركن الأساسي في العملية السياسية والتشريعية يواجه حالة من الجمود، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا التأخير على الملفات الحيوية الأخرى وانعكاساته المحتملة على الاستقرار السياسي ومسار الإصلاحات التي يتطلع لها الجميع. أهلا بكم. مشاهدينا، محور الحديث في ملفنا الأول راح يكون مع أحد شيوخ المحافظات الغربية الشيخ مزاحم الأحويت. مرحبا بحضرتك شيخ. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك وأيضا المتحدث الرسمي باسم تحالف خدمات الدكتور حسام الربيعي. مرحبا بحضرتك. أهلا بجنابك دكتور حسام. أبدأ مع جنابك، شلون نشوف انعكاسات تأخر اختيار رئيس مجلس النواب وتأثيره على التعديل الوزاري الذي تحدثت به الحكومة كثيرا؟ نعم، يعني بعد الأمر تحية لك ومشاهديك ومستمعيك الكرام وكذلك لإدارة القناة إتاحة الفرصة أن نعمل على تسليط الضوء على موضوع مهم جدا. وأنت تعلم جيدا اليوم عملية التقادم بالزمن هي دائما تأتي بمنعطفات في العملية السياسية، ولكن هذه المنعطفات هي محطات للنضج دائما. فللمرة الأولى اليوم نشاهد تأخر مع وجود حالات سابقة لغياب رئيس مجلس النواب، لكن لم يكن هناك تقادما زمنيا وابتعاد كبير عن عملية حسم هذا الموضوع، وبالتالي وضع رئيس مجلس النواب بديل للرئيس السابق. وأن هذا التأخير يدل بصراحة على وجود خلاف حقيقي ما بين المكونات السياسية السنية. لكن نرى اليوم أن هل يا ترى اليوم القوى في الإطار التنسيقي لعبت دورا إيجابيا، أم هو عكس ما يشاع في الأوساط أنها عملت على الاستثمار في الأزمة؟ وأنا نرى اليوم ونحن كقوة سياسية فاعلة في الإطار التنسيقي كتحالف خدمات كنا دائما ندفع باتجاه تغليب المصلحة العامة، وهذا ما كان واضحا في متبنياتنا عندما أسندنا اختيار الأغلبية السنية في داخل القرار السياسي للمكونات السنية تحديدا. وهذا ما يعني يؤال الأمر إليه دائما، ورأينا مشهد الصراعات والخلاف الحاصل ما بين تلك المكونات نضعه دائما في صورة الشتات في القرار السياسي. لكن لو دفعنا باتجاه أن نكون ملتزمين بمن يجمع الأغلبية السياسية في القرار السياسي السني والعمل على دعم اختياره يكون هو الأفضل. هذه القاعدة هي تعمل على توحيد الرؤى دون أن توضع رؤية تعمل على زيادة الفرقة، وهذا ما حصل بصراحة عندما كان هناك جيد. ترشيح متعدد دكتور داخل مجلس النواب. باختصار المعرقل الرئيسي لاختيار رئيس لمجلس النواب الآن شنو؟ وحدة القرار وكذلك تقسيم المصالح داخل البيت السني، لا توجد ضابطة للاحتكام بصراحة. الأخوة جلسوا
مع القوى في مع القوى الإطار التنسيقي السياسية تحديدا، وذهبوا باتجاه إيجاد صورة، لكن هذه الصورة سرعان ما تنازل عنها الجميع. هم ذهبوا باتجاه أخيرا دعم السيد محمود المشهداني، لكن رأينا هناك عناد وتزمت من قبل المنافس في داخل الجولة الانتخابية الثانية المتمثل بالسيد سالم العيساوي. نعم. وهذا يدل على أنه غير خاضع حتى لقرار الأبوة السياسية التي دفعت باتجاه ترشيحه، وهذه ظاهرة قد تكون جيد. ظاهرة سلبية نوعا ما. جيد. إذا تسمح لي دكتور شيخ مزاحم، أرحب بحضرتك مرة أخرى، أسألك كيف يمكن لتأخير اختيار رئيس مجلس النواب أن يؤثر على أجندة البرلمان التشريعية والسياسية برأيك؟ تفضل. نعم، تحية لك ولضيفك والسادة المشاهدين وقناتكم الموقرة. طبعا تأخر حسم ملف رئيس البرلمان وانتخابه من قبل القوى السنية، يعني هذا ما يهدف أنه هناك تدخلات خارجية، وإحنا نقولها أنه هناك تدخلات خارجية هدفها اختيار الشخصية الذي تريده أن يخضع إليها. لكن اليوم أغلب بعض من القيادات السنية والأخوة في الإطار التنسيقي لديهم معلومات كافية عن بعض التدخلات الدولية. طبعا أستاذ العزيز، شوف اليوم تحدث الأخ عن السيد محمود المشهداني، كذلك اليوم السيد محمود المشهداني هو المرشح التسوية من قبل بعض الكتل السياسية و مقبول من قبل الأخوة في الإطار التنسيقي وبعض الكتل الكردستانية والمكونات الأخرى. السيد محمود المشهداني يعني شخصية وطنية وقدم وضحى، وهو يعلم جيدا، وهو لم يكن شخصية تابعة لأجندات خارجية. لهذا الموضوع اليوم احنا ندعم ترشيح السيد محمود المشهداني، وهناك تقارب مع السيد الحلبوسي، لأن السيد الحلبوسي يعتبر هو صاحب القرار، لأن حزب تقدم هو حصة منصب رئيس البرلمان لاستحقاق حزب تقدم، كونه هو الأغلبية وهو اللي يمتلك أصوات ونواب وهو اللي يمثل المكون السني. شيخ مزاحم، احنا تعرف إذا أنتم متفقون حزب تقدم، إذا أكو هناك اتفاق، يعني عندما كان حصة رئيس البرلمان من حصة حزب تقدم، شفتوا هذا، احنا لا نريد أنه خلافات، ولا الأخوة في الإطار التنسيقي هم يريدون خلافات. إذا هذه الأمور واضحة داخل البيت السني، بعد شنو الحديث عن أجندات خارجية وهناك إرادات خارجية ما تقبل؟ أنتم متفقين أنه حصة الحلبوسي، خلاص أمضوا بهذا الأمر منذ قبل 7 أشهر 8 أشهر. نعم، لا أكو أجندات خارجية، عندك أكو بعض من الشخصيات السنية مرتبطة بدول خارجية هدفها دعم غير مرشحين، وهدفها أنه المرشحين اللي يتم اختيارهم وفوزهم أو التصويت عليهم يخضعون غير دول. إحنا كنا هذه نعرفها، لكن إحنا إيش قد عدد هاي الشخصيات المرتبطة بأطراف خارجية وشنو تأثيرها؟ شيء نريد توحيد الصف، نريد اختيار شخصية، لكن هناك التوجه الأكثر على دعم السيد محمود المشهداني، وإحنا كمكون سني أغلبية المكون السني لن نختار أي شخصية دون الرجوع إلى الأخوة في الإطار التنسيقي، لأن الأخوة في الإطار التنسيقي بهم قادة وبهم شيوخ وشخصيات، ولديهم فضل علينا عندما شاركوا في تحرير المناطق وحرروا الشرف والعرض. يعني إحنا شلون نروح نقبلها؟ نروح إحنا ندعم مرشح أو نختار مرشح دون ما نرجع عليهم؟ هاي من المستحيل. أسألك عن عدد الشخصيات اللي تتحدث جنابك عنهم وتقول عندهم ارتباطات وأجندات خارجية، وهل هم مؤثرين بقرار البيت السني حاليا؟ لا، هم طبعا هذه يعني كم شخصية مو مؤثرين، لكن أنت تعلم جيدا أنه بعضهم يدعمون مرشحين غير السيد المشهداني. لهذا احنا اليوم التوجه كله على السيد المشهداني، وإن شاء الله إذا تم الاتفاق سيكون الذهاب في قبة البرلمان والتصويت على السيد المشهداني. إذا لم يتم الاتفاق والتصويت، طبعا أنا أحكي لك إياها، خلي أهم الأخوة المستمعين هم المشاهدين هم يسمعونها. اليوم إذا لم يتم الاتفاق على شخصية مثل السيد المشهداني أو شخصية أخرى بعيدة عن التدخلات الخارجية، إحنا هناك
توجه وهناك دعم لإبقاء الأخ المندلاوي رئيسا للبرلمان إلى نهاية الدورة، لأن الدورة ما تبقى لها يعني أكثر شيء يعني تخلي سنة أقل من سنة ما أضر شيء، ومن الممكن هناك انتخابات مبكرة. لهذا إذا لم يتم الاتفاق راح يحسم الموضوع أن يبقى الأخ المندلاوي هو رئيسا للبرلمان، لأن هاي كلها صراعات وهذا صار لنا فوق السنة. هذا الخيار تدعم تقدم، هذا الخيار تدعم تقدم وبقوة، لكن ما موقف القوى السنية الأخرى من هذا الخيار؟ أغلبية القوى السنية مع هذا الاختيار. جيد دكتور حسام، أعود لك بهذه النقطة، شلون تعلق على هذا الموضوع؟ هل بقية القوى السنية داعمة لخيار إبقاء المنصب شاغر؟ يعني دعنا نصحح من باب الموضوعية، الأخوة في تقدم أشيع عنهم أنهم ذاهبين باتجاه إبقاء سين المندلاوي، لكن هذا اليوم الأمر من ناحية الإسقاط في المشهد السياسي له تبعات كثيرة. أنت تعلم جيدا اليوم العراق محاط بمشهد دولي، وأن اليوم العين الدولية تنظر إلى العراق على أنه عراق تشاركي يتمتع بمكونات متعددة متوافقة سياسيا، تعمل دائما على بناء فرضية الحكم ومعادلة الحكم الحالية. وحصة الأخوة في التمثيل السياسي، أنا أقصد الكتل السياسية السنية، تمثيلهم يرى بعين دولية من خلال تواجدهم في رئاسة مجلس النواب. نعم. لذلك اليوم لا توجد مصلحة يعني بصراحة من قبل يعني مصلحة قبول من قبل قوى الإطار التنسيقي، كونها لا تريد أن تتحمل أيضا العبء المضاف. وأنت تعلم جيدا اليوم الأخ المندلاوي هو يمثل منصب النائب الأول، وهو يعنى بشؤون الكتل الشيعية داخل مجلس النواب. لذلك كيف لنا اليوم أن نعمل على تحميله حملا إضافيا إداريا، أنا أقصد، وهو عملية إدارة شؤون الأخوة في الكتل السنية داخل مجلس النواب، والمشهد الشيعي يحتاج إلى عملية تنظيم وبذل جهود إضافية من قبل النائب الأول حتى يلقي بظلال المنفعة داخل المجلس. لذلك لا يوجد وفاق ولا توجد حتى قبول لفرضية إبقاء السيد المندلاوي. نحن نرى اليوم في حال اليوم الأغلبية السنية يعني من حقها أن تأخذ ضمانات كافية من رئيس المجلس، ومن كان يمثل اختيارا سابقا تلك الأيام ومرشح للتسوية قد يكون وصل إلى نقطة اختلاف من دعم ترشيحه، هذا ممكن أن نراه كسيناريو مقترح خلال الأيام القادمة. لكن هل يا ترى توجد رغبة لإبقاء المندلاوي؟ لا توجد رغبة لإبقاء السيد المندلاوي في محله حتى من قبل شخص السيد المندلاوي ولا من قوى صاحبة القرار. شنو البدائل في حال لم يتم الاتفاق على شخصية؟ بديل أخير، ويعني هذا مشاع ونستطيع أن نأخذه نحن كتبني. نعم. في حال يعني وصلت الأمور إلى طريق مغلق ولا يوجد بصيص أمل ولا توجد ثغرة للإنفاذ، هذه الدورة يجب أن يشغل فيها رئيس مجلس النواب حتى لو كان آخر يوم في عمر الدورة. من الممكن الجلوس للمرة الأخيرة مع الأخوة في القوى السنية، مع القوى السنية في ائتلاف إدارة الدولة، ويذهبون باتجاه دعم مرشح واحد، وأن يكون هناك تعديل للمادة 12 من النظام الداخلي، كون اليوم مبدأ الضرر والضرار أن تعدل، وهي على مضض أيضا عملية تعديل النظام الداخلي. لكن أنت وصلت اليوم لنتائج من الممكن أن ينهار ركن من أركان العملية السياسية المتمثل بالقوى السياسية السنية. لذلك اليوم من مبدأ الضرر الأقل الذي يحصل جراء تعديل المادة 12 هو أقل من تداعيات الحالة في داخل القرار السياسي السني. هذا ما نراه نحن اليوم بعين موضوعية داخل رؤيتنا السياسية. من الممكن أن ذهبنا بهذا الاتجاه، نحن موافقون على تعديل المادة على أن يأتون بشخصية واحدة متفق عليها من قبل الجميع وبإعلان رسمي أمام الملأ. دكتور من حتى من يشغل المستفيد المكان. من المستفيد من هذا التأخير ومن المتضرر الأول؟ يعني بصراحة أنا أرى اليوم المتضرر الأكبر في هذه في عملية عدم إشغال هي القوى السياسية الشيعية تحديدا. اليوم جميع يعني ما يتخذ من إجراءات هو يتخذ من باب الحيطة والحذر، لا تستطيع أن تبت بقرار وأنت قابض على القرار المركزي والرئيسي داخل مجلس النواب. يعني مباشرة تفسر أنت اليوم لديك مصلحة في عملية توجيه التشريع الفلاني، بينما إن كانت هناك منافسة ويوجد قرار حقيقي ويوجد كذلك قبض
على هذا القرار من قبل من يشغل رئاسة المجلس ويمثل الأخوة السنة، أنت تستطيع أن تذهب باتجاه المنافسة والمناورة معه وحتى التكشير عن وجه آخر في عملية المفاوضة. جيد، هذا اليوم أنت اليوم لا تستطيع، كونك أنت من تدير ويجب أن تدير بحذر، وأنت اليوم يعني بصراحة أشبه بالذي يسير في حق الألغام، لأن أنت اليوم مطالب من عندك أن ترعى شؤون الآخرين. جيد. وتعمل أيضا على خدمة ما كلفت من أجله كقوة سياسية. أخذني للمستفيد من المستفيد من عملية التأخير. يعني أنا أرى اليوم عملية من يستفيد من الذي لم يلحق به الضرر، يعني نذهب باتجاه أرى أنه اليوم هو عملية الاستفادة، عملية تسليط ضغط على المنظومة السياسية في العراق، ومن الممكن أن يكون هناك أيضا خلط للأوراق. لا توجد قوة سياسية، نحن جلسنا مع الجميع، لا يعني لا توجد قوة نطقتها بوضوح وحقيقة أنها مستفيدة من بقاء هذا الكرسي فارغ. لذلك أنا أرى اليوم عن لا، بعض الآراء تقول لك يبقى المنصب فارغ شاغر ولا يجي واحد من فلان محافظة يشغل هذا المنصب. لا، شوف، مبدأ المحافظاتية هي ليست بقاعدة للتطبيق أنه يجب أن يكون رئيس مجلس النواب من المحافظة، كانها رحلة بالجولة الأولى زين للانتخابات. نحن نرى اليوم عندما نبحث في شؤون الأخوة وفي الجلسات الخاصة، الجميع يريد أن حتى الأخوة في تقدم. أنا اليوم عندما تسألني على موقفنا في تحالف خدمات، كان واضحا من البداية هو من يأتي في الأغلبية السنية ومن يكون صاحب القرار، نحن داعمين لتوجهه. وبالتالي اليوم حتى الأخوة في التقدم سواء فقدوا الأغلبية على من باب الفرضية، يعني نحن نذهب باتجاه أن نلملم الشتات القرار وندعم من يملك الأغلبية. لذلك الأخوة حتى في تقدم ليست لديهم مصلحة، هم يريدون المكان حتى يعني هو جزء من استحقاقاتهم. أنا أتحدث بواقعية أكثر، هذا جزء من استحقاقاتهم الانتخابية. لذلك ما بالك اليوم، هل من المعقول أن تأتي قوة سياسية تفرط باستحقاقاتها الانتخابية وتستهلك عامل الزمن، كون تلك الاستحقاقات أنت تعلم جيدا فيها مكاسب وفيها إلى آخره، لا يوجد أحد من بالطبيعي أن يفرط في مكاسبه. لذلك أنا أرى اليوم الدفع بالمشهد تغليب المصلحة العامة والرؤية الوطنية هو الأفضل على أن نشيع من هو المستفيد ومن هو المتضرر، حتى الأصوات التي تذهب باتجاه اجتزاء المعلومة وتعويمها على أن هناك جهة تستفيد على حساب جهة. كل ما يحدث هو اختلاف وشتات في القرار السياسي. جيد، وضح دكتور. شيخ مزاحم، شنو الخطوات القادمة اللي تتوقعها من الأطراف السياسية للخروج من هذه الأزمة المستمرة لمدة أشهر؟ تفضل. نعم، طبعا أستاذ العزيز، هناك عدة خطوات. طبعا زيارة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية إلى بغداد واجتماعه مع القوة السياسية سواء الإطار التنسيقي أو القوة السياسية السنية وبعض ممثلين المكونات وممثل مكون المسيح الشيخ ريان الكنداني. نعم. طبعا تحدث فخامة الرئيس أنه توحيد الصف الصفوف بين العراقيين وخاصة الصف داخل البيت السني والعمل على تقديم الخدمات وإنهاء الصراعات وهذه كلها. طبعا الجارة إيران هي حريصة على وحدة العراق وتوحيد الصفوف المكونات والذهاب إلى من يمثلهم. اليوم هناك احنا اذا لم يتم الاختيار على شخصية او الوصول عليها مثل ما تحدث الاخ انه التحالف ادارة الدولة اذا لم يحسم القرار، احنا نتوقع انه الاخ السوداني دولة رئيس الوزراء سيكون له الدور الاكبر، سيقود حملة التفاهمات بين الكتل السياسية السنية مثل ما دار عملية تشكيل الحكومات المحلية في نينوى وكركوك. وأنت تعلم جيدا أنه التشكيل الحكومة في كركوك كان صعبة، كان لا يوجد هناك تفاهمات بين الكرد والعرب والتركمان والمسيح وبعض المكونات، وحدوا هذه القوة في كركوك وشكلوا الحكومة وتم انتخاب المحافظ. نفس الموضوع راح يتم هذا الطريقة، والأخ السوداني هو راح يدير هذه المبادرة
بعد ما يكون هناك اجتماع من قبل الأخوة في الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة. إذا وصل إلى حل وصل، إذا ما وصل حل راح يكون التوجه على إبقاء الأخ المندلاوي. وإحنا طبعا هناك من يتحدث، والأخ يمكن تحدث أنه حتى الأخوة الشيعة يعني هم ضايجين أنه هذا المنصب لازم يتم انتخاب شخصية، وهذا طبعا هم ضايجين، لكن هم شو يسوون؟ لا حول ولا قوه. يقول لك احنا نريدكم تتفاهمون، ما تتفاهمون. جيد. ان دمرت المكون السني بعض الدول الخارجيه اللي تدخلت بالشؤون، عندك سفاره الشر الامريكيه وغيرها وغيرها والتركيه وغيرها، هي هذا اللي قاعد يدمرون المكون السني، هم اللي قاعد يشتتون الاصوات، وهم اللي قاعد يخلون الناس تتجه، كل من يتجه على طريق. لهذا راح يكون هناك يعني عقد اجتماعات، وإذا لم يتم التوصل سيبقى الأخ محسن المندلاوي رئيس. شيخ مزاحم اليوم رئيس الوزراء، اليوم هو يدعمه رئيس الوزراء العراقي سيد محمد الشجاع السوداني إلى نهاية الدورة، إذا تسمح لي. إذا تسمح لي، رئيس الوزراء العراقي اليوم يربط هذا الموضوع بالتعديل الوزاري المرتقى، بسألك هل هناك تأثير مباشر لهذا التأخير على التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة الحالية؟ طبعا لا، يعني أكو تعديل وزاري، لكن هذا ما له أي علاقة. التعديل الوزاري هو يعود إلى دولة رئيس الوزراء وإلى الوزراء اللي هم أثبتوا كفاءتهم، وهناك لم يثبت كفاءته. طبعا التعديل، احنا مع التعديل، واحنا طالبنا بتعديل الوزاري، لان بعض الوزراء، هناك بعض الوزراء لم يؤدوا واجبهم بشكل صحيح. يعني اليوم احنا نريد نثمن جهود الوزراء، نثمن جهود الاخ رئيس وزير التعليم العالي السيد الدكتور نعيم العبودي، شخصيه وطنيه، الدكتور خالد شواني وزير العدل، الاخ وزير الداخليه، وزراء هناك اخرين يعني أثبتوا إخلاصهم وأثبتوا نزاهتهم. بعض الوزراء، الدكتور أحمد الأسدي وبعض الوزراء يعني قدموا ووقفوا، وهم من اللي لهم دور وطني في تقديم الخدمات ومتابعة أمور الناس. جيد. دكتور حسام عود لحضرتك، رئيس الوزراء يؤكد على أهمية حسم هذا الموضوع و يربط التعديل الوزاري بكون مجلس النواب ركن من أركان الحكومة التشريعية، شلون تعليق؟ يعني أنا في مقدمة الكلام أود أن أقدم الشكر للأخ الشيخ مزاحم كونه كان منصفا وذكر معالي وزير العمل كوزير ناجح بصراحة، وهذا ما شهده يعني المحافظات في العراق تعامل معها بطريقة واحدة، فلم يكن هناك فرقا في الأنبار عما موجود في البصرة ودخل في المساحات. لذلك نحن نرى أنه النجاح اليوم تحالف خدمات يكمن في نجاح مقدمته ورئيسه وهو معالي وزير العمل لجهوده المبذولة في هذه الحكومة الحالية. لكن دعنا نصحح معلومة، يعني اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي هو شخص قابض على القرار التنفيذي، نعم. وبالتالي أي دخول في وصاية، طبعا هو كان له مبادرة سابقة وهذه المبادرة لم تتكلل بالنجاح عندما جمع الأخوة في البيت السني وحاول تجميع القرار وكانت هي تحتسب له، لكن أي دخول في وساطة لاحقة هي لن تكون موضوعية بصراحة، وخصوصا هناك من ينادي في عملية التعديل الوزاري. نحن نعلم جيدا اليوم المكون السني يمثل رئاسة مجلس النواب، وحتى الجمهورية الإسلامية عندما جاءت وزارة العراق برئيسها المنتخب تعاملت مع المكون السني بما يتمثل في داخل رئاسة المجلس، نعم. وإن كان سيد محسن المندلاوي مكلف إداريا ومكلف إداريا واجب الحضور، نعم. كممثل عن رئيس مجلس النواب، لكن كانت هناك المكونات السياسية برؤسائها وفواعلها السياسية، وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية تتعامل مع المكون السني بالعراق كشريك أصيل لا تابع ومتبوع كما يفعل البعض من الدول الخارجية، نعم. وهذه رؤية يعني ناضجة يعني فيها الحقيقة. لذلك اليوم نحن نريد كقوة سياسية أن تتكامل أركان العملية السياسية وأن يعود ركن أساسي المتمثل برئاسة مجلس النواب، وهذا الركن يجب أن لا تدخل وساطة رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو جزء ممثل وله نسبة تنفيذ داخل الإطار التنسيقي. لذلك من يعمل وعلى عملية توحيد الرؤى هو الإطار التنسيقي اللي هو نواة تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، لذلك يجب أن نبعد حتى رئيس الوزراء عن عملية
الدخول بوساطة لاحقة. أنا اليوم نحن نرى كرؤية سياسية نبعد رئيس الوزراء حتى تكون هناك تعديل، عندما يكون تعديلا وزاريا يكون تعديلا موضوعيا ولا يغلب لغة الشك أن رئيس مجلس النواب سعى في عملية تسنمه للمنصب كانت بوساطة من الرئيس السوداني، وبالتالي هو خاضع له بالقرار في عملية التعديل الوزاري. نحن ضد هذه الفكرة ولا نريد هذه الفكرة أن تشاع وتلتصق بالسيد السوداني، كون هذا رئيس مجلس الوزراء هو مدعم ومدعوم عفوا من قبلنا كقوى سياسية، ولا نريد أن تكون هناك شائبة حتى في سجله العملي. المتحدث الرسمي باسم تحالف خدمات الدكتور حسام الربيع، أشكرك جزيل الشكر، وأحد شيوخ عشائر المحافظات الغربية الشيخ مزاحم الأحويت، شكرا جزيلا لكما. إذن مشاهدينا، ملفنا الثاني راح يكون عن تقديم حزمة توجيهات حكومية إلى الوزارات والمؤسسات تهدف إلى تحسين أنظمة الدفع الإلكتروني، في مقدمتها إنشاء موازنة وطنية مخصصة لتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد. نتابع التفاصيل في تقرير الزميل شيبان سامي. تتخذ الحكومة حزمة من التوجيهات والإجراءات لتطوير أنظمة الدفع الإلكترونية من خلال عقد شراكة استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، إضافة مع المؤسسات التكنولوجية لاكتساب الخبرات الضرورية لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني على مستوى العراق. كل دول العالم تتجه نحو الدفع الإلكتروني نتيجة التطور الحاصل في اقتصاديات كل دول العالم، فلهذا جاء دولة رئيس الوزراء ب 16 مشروع إلى المصارف وللاقتصاد العراقي بأئتمة والدفع الإلكتروني للاقتصاد العراقي. أنا أعتقد الدفع الإلكتروني حالة جيدة تخدم الاقتصاد وتخدم المواطن. التوجيهات نصت أيضا على إلزام كافة الوزارات والمصارف بتطوير أنظمتها التقنية بالاستعانة بالخبرات الدولية للانتقال إلى النظام الرقمي. كذلك تضمنت التوجيهات قيام البنك المركزي بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية وتحديد السيولة وإدارة المخاطر التي تسهم في تحسين التخطيط المالي. والله هي خطوة تعتبر إيجابية، يعني أولا راح تساهم بتقليل تهريب الأموال، راح تساهم بقضاء على ما نقول بصورة كبيرة لكن جزء من الفساد، فهي تعتبر خطوة يعني إيجابية. نتمنى أنه تصير وفق ما مخطط لها، يعني مو فقط تكون حبر على ورق، نتمنى أنه هذا المشروع يعني ترى النور بالأيام المقبلة. ويجب على الحكومة العراقية أيضا زيادة نظام المعلومات المدنية والأتمتة والحوكمة لأنها تخدم المواطن العراقي حال باقي الدول المسلمة. رئيس الوزراء يوجه بإطلاق حزمة إصلاحات جديدة مكونة من 16 فقرة تهدف لتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع المؤسسات الحكومية ومتابعة تنفيذها من قبل لجان مختصة. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. إذن مشاهدينا، محور الحديث في هذا الملف سيكون مع الخبير الاقتصادي الدكتور دريد العنزي. مرحبا بحضرتك دكتور. حياك الله. أهلا بجنابك. وأيضا عبر سكايب الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الجابري. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا لضيفك الكريم، بس أنا مهندس مو دكتور. مهندس. يا أهلا وسهلا، إن شاء الله صير دكتور. إن شاء الله دكتور. بالفترة الأخيرة شهدنا في العراق تطور ملحوظ بنظام الدفع الإلكتروني، شنو اللي يحتاج اليوم الشارع العراقي والحكومات والمؤسسات العراقية بشكل عام لتحقق تقدم أكثر بهذا المجال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا على الدعوة، مرحبا بكم ضيفك الكريم. أولا أكو قانون بالدفع الإلكتروني؟ ماكو. وجه السيد الرئيس الوزراء، وجه أيضا وظل يوجه، زين ما تعطي قوة قانونية، هذا ما شغل، هاي موضوعة تتعلق بجزء من السياسة النقدية.
جزء من السياسة الداخلية. مثل هيك حالة أنا دا أشوفه أكو فد نوع من القبول بالمجتمع، بس إذا ما يعزز بقانون عمر الوزارة يجوز 4 سنين، زين يجوز 6 سنين، يجوز برت له، بس من يطلع يصير التوجيه ماكو. ومن الممكن أنه تجي حكومة تنسف كل هذا العمل اللي تشتغلت عليه هذا الحكومة؟ ما دام توجيه احنا بالقوانين ما مضبطين أمرنا، فأنا أظل على التوجيه. يعني هاي الطلب للجهات المعينة مو المعنية أن تأخذ العملية بنظر اعتبار. هسه هي 3-4 جهات، أنا أكلف وزارة؟ لا، تطلع للجنة من الوزارة حتى لو تنفصل عن الوزارة إداريا جزئي حتى يصير العمل أسرع. شنو القانون المناسب اللي يحمي هذا النظام؟ هاي هم يخلوه، هاي هم القانون يحمي المواطن، يحمي المبالغ، يحمي التصريف مالها، يحمي التجديد. مو مثل إجازة السوق تعال روح جدد الكارت وادفع لك هالقد أذ، هاي مالية، هذا اقتصاد. القانون يدعم التنفيذ أكثر، أما وجهها صعبة شوية. على كل حال هي كفكرة زين. خلينا نتحدث عن إيجابيات المضي بنظام الدفع الإلكتروني. واليوم تشوف خلال فترة قصيرة أغلب المواطنين من الشعب العراقي تشوفه حامل لبطاقة الماستر كارد، هذه الثقافة اللي كانت مفقودة لسنوات طويلة. يعني هي العملية صارت تقريبا شبه إجباري، وهذا إيجابي. يعني أنا بالنسبة إلي موضوع إيجابية، موضوع ككل إيجابي. بس شنو خلق لنا أمية جديدة؟ يعني احنا عندنا أمية قراءة وكتابة وأمية فنية وأمية إدارية، فصارت هاي أمية. يعني الإنسان اللي ما عنده فهذا صار أمي بهذا الجانب. القانون يشجع أن يكون هذا ما أمي، يعلمه، يخلق آلية الممارسة. بعدين لا تظل على المواطن، لا تظل على المواطن، تظل على الجهة الأخرى. الجهة الأخرى الأسواق، نعم، محلات، صيدليات، مكاتب بيع الكتب، الأسواق، المولات، يعني المطاعم. شلون عندي الانتشار المالي؟ هذا أسوي انتشار حتى نحصل الهدف الأساسي منا، واللي هو تقليل السيولة المتداولة النقدية، لا تلف لا مزور وكل ما يباوع. ما عندي. وأيضا الاستفادة من هذه الأموال داخل المصارف الحكومية. ما أكو استفادة. ليش ولا تدخل مصارف؟ هاي سحوبات وتتخلى، هاي مشكلة. أنا من كنت أودع بالمصرف وأسحب من المصرف أكو إيداع، هسا ماكو إيداع. هسا إذا أنا أستلم الراتب مالي للكارت فورا، مصرف بعده ماكو باللعب، مصارف تبتعد. أرجع لك بهذه الجزئية إذا تسمح لي دكتور. أستاذ خالد أرحب بحضرتك مرة أخرى. أسألك شلون تشوف التوجه الحكومي نحو تطوير موضوع الدفع الإلكتروني بالعراق، وكيف يمكن للحكومة تعزيز ثقة المواطن بنظام الدفع الإلكتروني؟ شنو يحتاج النظام لتقوية وزيادة ثقة المواطن بهذا النظام؟ شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة ولاستضافتكم ولضيفك الكريم. أهلا بحضرتك ونحيي مشاهديكم الكرام. حقيقة قبل أن ندخل بالخوض بالأسئلة، وخلنا نطف بعض الأرقام، مقارنات ما بين 22 و 23 و 24. نعم طبعا احنا الدفع الإلكتروني بدأ ب 44 مليون دينار، واليوم احنا وصلنا عتبة الشهرية إلى 2 تريليون.
وبمعدل نمو قيمته 100%، حيث في الشهر الأول من السنة الجارية كان معدل التداول في إجمالي الحركات 1 تريليون، مستثنى من عدها الرواتب، بنحكي حركات دفع إلكتروني حصرا ليس رواتب، لأنه الرواتب هي ليست عمليات دفع إلكتروني. وهسه نوقف، نعم، فإحنا بدينا بشهر الواحد لهذه السنة بتريليون، فتحنا هذه السنة بتريليون معدل الحركات، وبشهر السادس السابع عفوا وصلنا إلى 2 تريليون، أي بمعدل معدل زيادة خلال 6 أشهر 100%. العام الماضي احنا حققنا معدل حركات إجمالي قيمته 9 تريليون دينار عراقي سنة 23 خلال 12، خلال 6 أشهر تقريبا أو 6 أشهر ونصف لسنة 24 احنا محققين 8.6 تريليون، المتوقع أن نصل إلى عتبة 16 تريليون. شنو معنى هذه الزيادة وشنو انعكاساتها أستاذ خالد؟ لذلك أنا خليني أستعرض الأرقام حتى بعدين نجي ندخل بالانعكاسات. زين، تفضل. نتوقع أن نصل إلى 16 تريليون إلى 18 تريليون خلال هذه السنة. هذا إيش حيعطينا؟ هذا ولدنا ابتداءً ولدنا أنه مشاكل موجودة حالياً وتحديات يجب أن نحلها. ومن ضمن هذه التحديات أولاً إحنا مستندين على يعني أقصد إحنا ده نقول العراق مستند على قرارين لمجلس الوزراء تم إطلاقها سنة 23 شهر السادس. هذه القرارين استندت على صارت الانطلاق لعمليات الدفع الإلكتروني. هذه القرارين تكللن بنظام، هذا النظام صوت عليه بمجلس الوزراء ونشر بوقائع العراقية وصدر، واليوم الدفع الإلكتروني محكوم بعمل بنظام أشبه بقانون، نظام يعني هو قانون بالأخير. والآن أكو أصلاً عملية تشريعية بالبرلمان، ولكن هسه النظام هو كافي يقدر يغطي الأمور القانونية الدفع الإلكتروني. حقيقة إحنا سؤال حضرتك ما هو الانعكاس الإيجابي؟ الانعكاس الإيجابي اليوم للدفع الإلكتروني أنا عندي تفاصيل من خلال المقسم الوطني الموجود بالبنك المركزي العراقي، تفاصيل عن حركات الدفع الإلكتروني وين تروح. مثلاً على سبيل المثال أنا عندي في محطات الوقود أنا محقق 607 مليار دينار خلال الشهر الماضي، أنا محقق 5 مليون حركة تقريباً في وزارة الداخلية لحد 15/7، أنا محقق كذا 117 مليار مليار دينار في وزارة الإعمار بالبنك بصندوق الإسكان. زين، ها شنو انعكاسات هاي الأرقام على الصادق؟ هذا بدأ يرسم لي صورة اقتصادية عن أين مواطن النمو وأين الحركات اللي تصير بضخامة، الفلوس وين تروح وين تنتقل، شنو الحسابات الموجودة عندي. بديت بشكل تدريجي أعرف التدفق المالي، لذلك واحدة من التحديات اللي هسه تواجهنا بعد ارتفاع التداول المالي النقدي بالدفع الإلكتروني وتعزيز الأرصدة المالية في البنوك، وإحنا وصلنا تقريبا أكثر من 50 مليون بطاقة، ما متأكد من الرقم بس هيك الرقم تقريبا، فهذا عفوا 20 مليون بطاقة، فهذا هاي البطاقات وهذه الأرصدة البنكية اللي موجودة حاليا ده تتدفق بها الأموال، لذلك احتاجينا اليوم أن يصير عندنا سجل التدفق المالي. لذلك في الورشة اللي انعقدت يوم 10 آب كانت بين القطاع الخاص والقطاع العام بحضور البنك المركزي، لأول مرة حقيقة القطاع الخاص والقطاع العام يجلسون على طاولة مستديرة. نعم أستاذ خالد، غير معرفة اتجاه التدفق المالي احكي لي عن الإيجابيات انعكاسات التوجه لي لكن باختصار جاي. الوقت يداهمنا جاي ويبحثون على إيجاد حلول للتحديات، ومن هذه التحديات مثلا احنا اليوم نحتاج إلى ميزانية وطنية للمدفوعات على سبيل المثال. نعم. شو نسوي بهاي الميزانية الوطنية للمدفوعات؟ كيف نرى المدفوعات الإلكترونية بعد 5 سنوات؟ لذلك اليوم صدر قرار أنه إحنا نسوي ميزانية العراق، أقصد أنه يسوي ميزانية وطنية للمدفوعات. هذه الميزانية الوطنية للمدفوعات
تعطيني الفرص اللي ممكن انه احنا نتحول بها بمجال المدفوعات. اليوم احنا نستخدم شيء واحد من المدفوعات اللي هو البي او اس، بس انا عندي الكيو ار كود، عندي التحويل البنكي بين موبايل وموبايل، عندي كثير من الوسائل الالكترونيه اللي اقدر استخدمها. فهاي يحتاج لها دعم مالي، يحتاج لها دعم القطاع الخاص عبر قروض ومنح وتسهيلات مصرفيه عفوا. لذلك هذه الميزانيه الوطنيه حترسلني الخارطه وين نروح وش نسوي. مثلا جبتها على انعكاس، انا اليوم عندي المهن الصغيره او البسيطه ما 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 بها اعفاءات، بها سماحات ضريبيه. هذه المهن ممكن تدخل الى نظام الدفع الالكتروني، فمن هسه بدينا نربط الضريبه بالدفع الالكتروني. طيب حنبدي نربط ربط اخر، الضريبه بالدفع الالكتروني بالجمارك، فصارت عندي البضاعه انا من تجي من الميناء. نعم. ما احتاج بعد، طبعا هذا السيستم بدا يشتغل، هذا ليس احلام، هذا بدا يشتغل واقع. انا بعد ما احتاج انه انا اكون في الميناء حتى ادفع فلوس البضاعه جايتني كرسوم. اليوم شركات الدفع موجوده بالميناء والمخلص عنده الحساب او البطاقه مال الشخص المستورد ويدفع حسابه وانتهى الموضوع. هذا الحساب حيطلع بالمقسم الوطني، وهذا الحساب من يطلع بالمقسم الوطني انا هعرف هاي الجمارك ايش صار بيها من بضائع، احنا ايش استوردنا من بضائع. فبالنتيجه حنبدي نحدد مقدار نوعيه البضائع. هذا من جانب. نجي على الضرائب، انا الضرائب مالتي بالدفع الالكتروني حبدي اعرف انه انا هذه المهن بسيطه وتدخل لي ايراد قليل، فممكن هذه المهن تصير ضمن السماحات الضريبيه. ولكن عندي مهن اخرى لا تدخل لي ايراد عادي. جيد استاذ خالد، اعود لحضرتك، اعود لحضرتك حد بقروض بتسهيلات مصرفيه حتى انميها. عندي مهن ما تدخل لي ايراد كبير، فاريد اوجه الناس الى 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 مهنه اخرى، مثل ما صار بتعديل قانون الضريبه حاليا الجاري لكتابته، انه اعفاءات للقطاعات الاقتصاد الاخضر والقطاع المستدام حتى نشجعه. لذلك عمليه الدفع الالكتروني بتناميها احنا نريد نوصل الى هدف، العراق يريد يوصل الى هدف 100 أو 125 تريليون. جيد، دعوة الحضرة الاستاذ خالد اذا تسمح لي دكتور دريد، من ابرز الايجابيات بالتوجه لنظام الدفع الالكتروني ربما يخلصنا من الروتين المتبع في اغلب دوائر الدولة والمراحل الكثيرة، وحتى من عملية الفساد اللي ذا اليوم نريد نتحدث عن المنافذ الحدودية والجمارك وغيرها الكثير. ليش ما الحكومة اليوم تذهب باتجاه توسيع دائرة موضوع الدفع الالكتروني؟ وهل النظام المتبع في العراق من الممكن ان ينجح وان يستوعب ويسيطر وربما يوازي الانظمه المتبعه عالميا؟ يعني الاستاذ تفضل كثير شغلات وما كلها ايجابيه. ولاحظ انه يعني بمستوى معين دوائر قطاعات صغيره العملية مو بهالسهولة. يعني العملية فعلا إيجابية كلها، يعني ما بها سلبية، لكن تحتاج إلى أن تنزل أعمق بالشعب. يعني دفع الضرائب، الرسوم مرور، رسوم البلديات، كهرباء، نعم، ماء، هاي تريليونات. يعني هسه لو يركزون على الكهرباء تطلع عزيد 10 اضعاف يمكن مال البنزين والوقود والمحطات. ما ادري ليش غفلوا الكهرباء. احنا شهريا تجينا وشهرين ثلاثه تجينا مال الماي. يعني شايل بيدك وانتهى الامر. لا اروح ولا يجيني ولا اجي. وايد تصير يعني بالبيت. هو هذا اللي نسأل عنه، ليش ما نشوف كل دوائر الدولة اليوم تعمل بنظام الدفع الالكتروني؟ هو ليش ما، يعني يريد لها جهاز إداري أوسع، يريد لها قانون يدخل بكل تفاصيلها. يعني أنت من تيجي تحسب يمكن بعد ما شملنا، ما أدري، يعني أكون نسبة 10% من المصاريف مال المجتمع، ما أعتقد. فهاي يعني خالد يتحدث عن 20 مليون شخص أصدر بطاقة،
استاذي الكريم 20 مليون شخص اصدر بطاقه يمكن الاستخدام مالها 10% 15%. صحيح. لكن من تقول لي انا اروح على الكهرباء احاول على حتى كارت التقاعد، يعني عندنا 6 ملايين لا. متقاعد يا بنتو لا تروحون للدوائر، هذا الكارت مالكم قد يجيك اقطعها من الراتب وخليه، وانت لازم تدفع لازم تدفع، يعني مو عندك مثلا خيار ما تدفع انقطع كهربائك ما تدفع انقطع مائك، فهي تحتاج ثقافة، هاي تحتاج خروج من الهدف اللي دا ينطرح هيش هالقد مبالغ جمعنا. أنا أريد عملية الانتشار، عملية الانتشار، عملية الانتشار تحتاج أكثر ثقافة وأكثر تركيز وأكثر اندفاع. يعني أي الوزارات بها جبايات، ثلاث أربع الوزارات مالنا بها جبايات، أركز عليها كدوائر يصير شمول. عملية الشمول بالتكرار خلقت ثقافة، يقوم الإنسان اللي دي يطلع له شدة يباوعون هيك عليه صفح، ليش ما عندك كارت؟ شنو اللي نحتاج اليوم في ظل وجود هذه المعطيات دكتور، ونحن خطينا أولى الخطوات الإيجابية؟ هسه أكو برامج، هسه طلعتوا برنامج، بس إحنا عندنا نشرح عموميات. نعم. بس أكو برامج تطلع تثقيفية، ماكو برامج عندها تطلع. كلفوا المحطات أن كل محطة بالأسبوع برنامج على موضوع معينة من الدفع الإلكتروني، موضوع معينة يعني تنزل للمستوى البيت، ما أريد بعد ما وصلنا مرحلة الصمون والمسواق ما اعرف ايش من وهذا هذا الامر معمول به باغلب الدول. دكتور اذا اسمح لي باقي لي اقل من نصف دقيقه انطي الاستاذ خالد. استاذ خالد، هل من الممكن ان يتم تعميم الدفع الالكتروني وانجاح هذه التجربه وتعميمها في الشارع العراقي؟ طبعا احنا وجود اكو حمله وطنيه للدفع الالكتروني طلقتها الحكومه حتبدي بعد خلال اقل من 10 ايام لعمليه الشمول المالي. البنك المركزي ايضا اطلق حمله الشمول المالي، البنك المركزي اليوم اطلق منصه للشكاوي لانه عندنا شكاوي بالدفع الالكتروني. اخوان احنا الدفع الالكتروني بعدنا في بداياته، كل الدول مرت باللي احنا بنمر به، ولكن احنا بتقديري يعني الشخصي انه احنا بدنا نمشي بطريقه اسرع من باقي الدول. انا من ابدي خلال اشهر ابدي ارتفع بمعدل مقدار 100% من التدفق المالي، انا معناها انه واصل مرحله جدا مهمه. خل اعطيك سبق صحفي للقناه، اليوم صدر قرار باكو 25 مصرف كان لم يتم اطلاق براءه الذمه الضريبيه لهم، اليوم صدر قرار من رئيس الوزراء اطلاق 25 مصرف براءه الذمه لهم وتصفيه امورهم الضريبيه بعد دفع المستحقات الضريبيه المجدد لهم، ويرجعون يمارسون العمل لانه كانت اكو مشكله بينهم وبين هالعامل الضرائبي. فهذا هو جزء هاي المنظومه، من ترجع تشتغل فمعناها انه رجع عندي دعم، صار بالدفع الالكتروني انعكاسه ايجابي، صار عندي دعم على المواطن انعكاسه ايجابي وهكذا. استاذ خالد، هذه المشاكل الاداريه ما بين القطاع الخاص والعام والمصارف ما ممكن تخلي المواطن بخانه التخوف؟ البعض اليوم يقول لك انا اتصرف، يعني بعض التجار اليوم باليوم الواحد من الممكن يصرف له 10,000 20,000 30,000 دولار، شلون من الممكن ان يثق بهذه البطاقه وهذا النظام المتبع باختصار؟ طبعا هو هنا حتى ننشر هاي الثقافه من خلال قناتكم. الدوائر الضريبيه اليوم مثلا على سبيل المثال، الدوائر التسجيل المهن كلها فرض عليها انه لازم وهي تتعامل ويا القطاع الخاص بالدفع الالكتروني، وبدليل اليوم القطاع الخاص بدا يفتح بنوك حسابات بنكيه حتى يودع امواله ويبدا يستخدم امواله الكترونيا في اصدار الرسوم، في اصدار نعم تسجيل اجازه المهنه، تصدير البلديه، ضريبه العقار الى اخره، الرسوم العقاريه، رسوم المهنه، وهواي تفاصيل.
بدأ، ولكن هل إن إحنا غطينا كل الموضوع؟ لا طبعًا بعدنا، إحنا أرجع وأكرر نعم. إنه إحنا بعدنا بالبداية. نعم. بس البداية مبشرة بخير. تجاوزنا على الوقت. الخبير الاقتصادي أستاذ خالد الجابري، أشكرك جزيل الشكر، شكرًا جزيلًا لحضرتك. والخبير الاقتصادي الدكتور دريد العنزي، شكرًا جزيلًا لك. مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حصاد الليلة، شكرًا لكرم المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.